السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة جولانان للكروشيه. اليوم ورشتنا بالموديل الثاني لغرزة غلاف المصحف. طبعا بالفيديو السابق كان وحاط لكم الرابط، كان غلاف المصحف الموديل رقم 1، وكان هذا الموديل وكان جميل ورائع وتطبيقه كمان حلو. اليوم الموديل هذا بطريقة غرزة التيوليب، بصراحة روعة روعة روعة. أنا هعلمكم الطريقة بهاي بخيوط كوتون جولد. أنا استخدمت خيوط كوتون جولد، طبعا هستخدم هذه وحبدأ أكمل بعدين بهذه كيف طريقة يعني أنا البداية هعلمكم إياها. طبعا هستخدم إبرة 3.5، تمام، وحبدأ عدد من السلاسل. هاي السلاسل لازم تقبل قسمة على 3. أنا عملت 90 سلسلة، عملت 90 سلسلة و90 سلسلة تقبل القسمة على 3. بعدها أزيد 3 سلاسل، تمام. بعدها أحسب 2 4، بالخامسة أدخل وأعمل عمود، واللي بعده عمود، وهكذا إلى نهاية السطر أعمدة، إلى نهاية السطر أعمدة. هشتغل الأعمدة بهاي الطريقة، عندي السطر الأول والسطر الثاني والثالث والرابع، يعني عندك 4 أسطر من الأعمدة. فأنا هشتغل 4 أسطر من الأعمدة وبعدها هنشتغل طريقة عمل هذه الغرزة الجميلة. اشتغلي معايا 4 أسطر أعمدة، هيكون عندك 90، وبعدها 3 أسطر في نهاية 4 الأسطر حنلتقي مع بعض. خلصت 4 أسطر من الأعمدة اللي هي في الطرف هذا، تمام. الآن حنبدأ دور مين؟ دور ورق الشجر اللي هي أصلا غرزة الفي. كيف حنبدأها؟ أجيب اللون الأخضر، تمام، أبدأ بأول غرزة هنا، أدخل إبرة، أجي عندي، حرتفع كم سلسلة؟ هترتفعي سلسلتين، تمام. هاي سلسلتين نعتبرهم عمود. بعدين ألف الشغل حول الإبرة، ألف الخيط حول الإبرة، أجي أحسب هذه العمود، أتركه العمود الثاني، هشتغل في من عمود سلسلة عمود، تمام. الآن ألف الخيط حول الإبرة، أترك هذول الاثنين، بس أول واحدة تركنا واحد، الحين أترك هذول الاثنين وأشتغل بالثالثة وأعمل في اللي هي عمود سلسلة عمود، ألف الخيط حول الإبرة، أروح أترك هذول الاثنين، أجي عند الثالثة وأشتغل عمود سلسلة عمود، أستمر بهاي الطريقة إلى نهاية السطر. طبعا نهاية السطر حوريكي كيف ننهي، تمام. بهاي الطريقة الفي طالعة عندنا، أرجو أنها تكون واضحة عندي. بس في أول سطر تركنا سلسلة واحدة، أما في الكل حنترك سلسلة عمودين عمودين عمودين، يعني في الثالثة حنشتغل بس أول واحدة. حيكون عندي هنا بالنسبة عندي عشان 90 سلسلة حيكون عندي 29 في، تمام، 29 في. في نهاية السطر عندي آخر في، هذه حاجي ألف الشغل وأترك هذول الاثنين، وفي التالي هنا شوي السلسلة هاي سلسلتين في السلسلة، لأنه أنا الارتفاع عملته كله سلسلتين، أجي أعمل هنا ماذا؟ عمود. يعني بالأخير تركت كم؟ 2. عادي أنت تضبطي، يعني أمورك عادي. يعني أنا هنا تركت واحدة، لو تركت 2 حيكون هنا آخر شيء حيكون أترك واحدة وأسوي في الثالثة، فخلص هذه خلصناها. وأقص الخيط، تمام. الآن أسوي سطر مين؟ الكلستر، سطر الكلستر. أنا خلصت سطر الورق، الآن سطر الكلستر. كيف طريقة عمل الكلستر؟ هاخد هذا اللون وحبدأ من البداية هنا، أجي أعمل شوفي هنا السلسلة الثانية، هاي 1 2 صح، بالسلسلة الثانية أدخل أدخل الخيط، هعمل سلسلة
طبعا هنا بس اني اثبت الخيط سلسلتين، هاي سلسلتين اعتبرهم عمود، بعدها سلسلة فراغ والف الخيط حول الابرة وادخل فين على طول. يعني انا دحين عملت سلسلتين، هذه عمود، سلسلة واحدة فراغ، الف الخيط حول الابرة وادخل فين في الفراغ، في فراغ الفي، الفي اجي اعمل عمود بس غير مكتمل، يعني بس اخرج من حلقتين، بعدها الف الخيط حول الابرة ادخل مرة تانية اعمل عمود اخرج بس من حلقتين، لاحظي اهي الف الخيط حول الابرة وادخل مرة تانية واعمل عمود الثالث اخرج من حلقتين، الف الخيط حول الابرة ادخل مرة تانية واعمل عمود وبس اخرج من حلقتين، كم عندي؟ 4 أعمدة صح؟ طب كم عندي حلقة على الإبرة؟ عندي 5 حلقات، هي 1 2 3 4 5 تمام؟ الآن ألف الخيط حول الإبرة أخرج منهم كلهم، بعدها أعمل سلسلة سلسلة سلسلتين، بعدين على طول ألف الخيط حول الإبرة أدخل في الحلقة الفي الثانية أعمل عمود غير مكتمل، 1 أهو أخرج بس من حلقتين، ألف الخيط حول الإبرة وأدخل مرة تانية أخرج من حلقتين، ألف الخيط وأخرج أعمل عمود وأخرج من حلقتين، ألف الخيط حول الإبرة وأدخل مرة تانية وأعمل عمود وأخرج بس من حلقتين. لازم يكون عندك هنا كم؟ 5 حلقات، 5 حلقات على الإبرة، ألف الخيط وأخرج منهم كلهم، هذه الكلستر. الآن أعمل سلسلتين، 1 2 اروح على طول عند الفي الثانية واعمل بهاي الطريقة الكلستر من 4 أعمدة غير مكتملة. لما يكون عندي 5 لفات على الابرة اخرج منهم كلهم، 5 حلقات قصدي، سلسلة ثم الثانية، وهكذا اكمل بهاي الطريقة الكلستر جميع ماذا؟ جميع الفيات. بعدها في نهاية السطر أقول لك إيش هتشتغلي. انتهيت هنا من غرز الكلاستر، شوفي كيف روعة بصراحة. الآن وصلت لآخر السطر، هنا حنعمل بس سلسلة واحدة تمام، وأجي في آخر عمود هشتغل عمود، أرتفع سلسلة وأقص الخيط، خلاص خلصت هاي الجهة. الآن إيش أسوي؟ الآن حنسوي عبارة عن هنا 3 أسطر، بس أول سطر حوريكي كيف حنشتغله. طبعا اللي بتشتغل مثلي تمام على هذا مقاس القرآن 14 في 20، هو 14 في 20 تمام، الطول 20 وهنا العرض 14. إذا بتشتغلي على نفس هذا واشتغلتي بنفس شدة إيدي، طبعا أنا شادة إيدي هنا عشان يكون العمل محبوك تمام، فأنتي شدة الإيد صح 3.5، أنا بشتغل 3.5، إيدي مرخية بتكون العمل غير، إيدي مشدودة بيكون العمل غير تمام، فهذا لازم تنتبهي له. فإذا اشتغلتي مثلي حيكون عندك هنا 30 فراغ تمام، هاي الفراغات، هاي فراغات 30 فراغ، وهنا في فراغ صح، هنا في فراغ وفي نهاية هذه هنا في فراغ تمام، حيكونوا عندك 30، 30 حنسوي كم في كل فراغ؟ 3 عمود، فبما أنه 3 عمود في 30 حيطلع 90 نفس ما إحنا بدأنا تمام. هنا انتبهي في بداية السطر ونهاية السطر حيكون بس هنا، حنبدأ في هذا العمود أدخل الإبرة وأجي أسحب الخيط أعمل سلسلة، طبعا هنا أنا أدخل الخيط عشان أثبته سلسلة، هاي السلسلتين نعتبرها عمود، ثم أروح في الفراغ هذا وأعمل 2 عمود، 1 2، يعني السلسلتين هذه اعتبرتهم عمود ودخلت في الفراغ هنا وعملت 2 عمود. الآن أروح أنتقل على طول للفراغ اللي ما بين الكلستر وأعمل 3 عمود، 1 2 3، أروح على طول للفراغ اللي بعده وأشتغل أيضا 3 عمود، 1 2 3. شوفي أنا غرزتي محبوكة، فأنتي لازم تكون إيدك خاصة عشان
دائما أغلفة المصحف هنفتح ونقفل فبيرخي الخيط، فأنت تكوني من البداية شادة، تمام؟ إلا إذا إيدك مش راخية صغري الإبرة. هذا أنت، وهو ما في عدد معين، بس إنك أنت تعملي الغلاف بحيث إنه يكون مناسب لك. طبعا أنت حتكملي هذه كامل بهاي الطريقة إلى نهاية السطر، حوريكي كيف حننهي. وصلت إلى نهاية السطر، تمام؟ الآن هنا في سلسلة، صح؟ فأجي أحط مكان السلسلة، هعمل 2 عمود في نهاية السطر، تمام؟ وفي السلسلة الثانية عندي 1 2، في السلسلة الثانية هعمل آخر عمود. هاي إذا جيتي حسبتي كلهم حيكونوا 90 عمود. الآن كيف السطر الثاني؟ أرتفع سلسلتين، ألف الشغل، هذا اعتبره عمود السلسلتين، وأشتغل أعمدة بهاي الطريقة إلى نهاية السطر. كم دور هعمل؟ هعمل دورين. طبعا أنا ما هكمل، أنا حوريكي الآن في النموذج اللي اشتغلته من قبل، الآن بهاي الطريقة، تمام؟ ايش حنسوي؟ حتشتغلي 3 ادوار، هذا الدور وبعدين دورين، صار 3 ادوار. بعدها حتعملي دور الفي ودور الكرستر، بعدين تعيدي مرة تانية، بعدين دور الفي دور الكرستر، بعدين تعيدي مرة تانية، حيكون هنا في النهاية 4 ادوار. اللي بدأتي في 4 ادوار ايضا تنهي ب4 ادوار، على حسب طبعا الطول اللي عندك. فانا بالنسبة لي كان عندي هنا 4 ادوار، بعدين هنا 3 ادوار، 3 ادوار، آخر دور عندي 4 أدوار، تمام؟ الآن شوفي معايا كيف حنشتغل. شوفي طبعاً حنبدأ، أنا عشان أعرف المقاس بالضبط سويت هذه الحركة، تمام؟ أول حاجة إيش حتسوي؟ حتى تعملي بالنص، طبعا هو مفتوح، وهو مفتوح شوفي وين النص، عملنا النص هاي، خلاص هذه خلصناها. الآن الثاني، الثاني بالنسبة لي أنا حطيت الغلاف، تمام؟ لاحظتي أفك هذه بس علشان تعرفي إنه أنا كيف قسمت. أنا أفتح هنا بس هذولا، تمام؟ العلامات لازم يكون عندك ماركر علشان تعرفي المقاس المناسب. طبعا الغلاف هو مفتوح بهاي الطريقة. ايش سوي؟ اول حاجة بعد ما انا خلصت الغلاف قمت داير ما يدور عملت غرز حشو، لاحظي بالعرض، وهنا كامل غرز حشو، وصلت هنا عملت ايضا غرز حشو، ها بهاي الطريقة غرز حشو عشان اخفي اللي هنا الخيوط اللي كانت زايده، غرز حشو. اذا داير ما يدور عملت غرز حشو، هذا او بعد ما انا اخلص الغلاف. بعدها ايش اسوي؟ قلت اقسميه بالنص عشان تعرفي مكان النص، قسمته بالنص حطيت علامه. هاي ثاني مرحله. ثالث مرحله اجي احط الغلاف بالنص في النص هنا، تمام؟ وآجي بهاي الطريقة أعرف كم عدد السلاسل اللي هنا، فطلع عندي 14 عمود من هنا، ونفس الشيء عندي هنا أيضا 14 عمود. طيب وقفلته وشفت إنه مناسب، ممتاز، عملت 14 بعد ما أنا قست وسويت، فطلعوا عندي 14 عمود. 14 مع 14 أضاعفها حيطلع كم؟ 28. أهي هذه كلها 28 عمود. 28 عملت هنا العلامة مع أول وحدة العلامة، تمام؟ وأثبتها نفس الشيء هنا، أحسب 28 عمود وأثبتها مع أول غرزة بهاي الطريقة، تمام؟ إذا هذه المرد الأول. نشوف المرد الثاني بنفس الطريقة، حسبت 28 عمود مع 28 عمود، انتي يطلع معاكي كم؟ شوفي
يمكن يطلع معك أكثر، يمكن يطلع معك أقل، فأنتي شوفي على حسب مقاسك. إذا لأنه شدة الإيد تختلف، تمام؟ فعندي هنا 28 عمود بهاي الطريقة، أثبتها خلاص، تمام. خلاص أنا عملت غرز حشو ورتبته ونظفته، خلاص ما في ولا حاجة. الآن أبدأ أحط عشان أقيس مرة تانية وأتأكد من القياس تماما. أحط الغلاف والمصحف من هذه الجهة ومن الجهة التانية، شوي شوي دخلي، تمام. الآن سكري، ثبتي كذا أهو بهاي الطريقة وسكري، شوفي كيف جاي مضبوط، تمام. الآن إيش أسوي؟ خلاص أبدأ بالإبرة وإبرة الكروشيه والهذي. إيش أسوي؟ أعمل غرز حشو، أوصل لهنا غرزة حشو إلى أن أصل إلى هنا. لما أوصل هنا حنعمل ماذا؟ حنعمل السلاسل اللي هو في، شفتي لما أنا اشتغلت معاكي هذا الغلاف المصحف اشتغلت 55 سلسلة. بعد 55 سلسلة عملت وردة في نهايتها وقفلت هاي اللون الأصفر، هذه الزيادات أنا اللي عملتها. بعدها عملت 6 سلاسل أغلقتهم بمنزلقة، وعملت ماذا؟ عملت البتلات، كم؟ عندي 5 بتلات. بعدها قفلتها ورجعت 55 سلسلة، وعادي أكمل ماذا؟ غرزة حشو في الأمام. بالنسبة هنا حعمل اللي هو الفاصل، أما هنا خلاص بدون فاصل أعمل بس غرز حشو. نفس الشيء هنا بهاي الطريقة، غرز الحشو هنا، تمام. طبعا على الأمام أنا أشتغل على الأمام وهي كده مسكرة، يعني المرد للداخل، وحتشتغلي هنا غرز حشو إلى ما توصلي هنا حتعملي الفاصل وتكملي غرز حشو، أيضا تحت حتعملي غرز حشو وخلاص وكده خلص. طبعا في نهاية الفيديو حوريكي الغلاف وهو جاهز ومرتب، والحمد لله اكتمل معانا أحلى غلاف مصحف جميل جدا بوردة. فاصل الكتاب هو يعني مع بعض، يعني مش مفصول، وإنما الآن نشوفه مع بعض، ندخله في المصحف بهاي الطريقة. بسم الله، حاجة جميلة من إيدك أهو غلاف المصحف، وهذا الفاصل لازق فيه، ندخله لهنا، واكتمل معاكي أحلى غلاف مصحف جميل جدا 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 من إبداعك وأناملك الجميلة والرائعة. أرجو أني أنا أفدتكم بهذه الورشة اللطيفة والخفيفة بغرزة الموديل الثاني اللي هي غرزة التيوليب، وألقاكم في ورشة أخرى إن شاء الله الغلاف مصحف بغرزة أخرى اللي هو حيكون الموديل الثالث بإذن الله. إن كنت لسه مش مشتركة في قناتي اشتركي في قناتي، وما تنسينا من اللايك والتعليق، وأيضا شاركي هذه الورشة الجميلة والرائعة لجميع محبات الكروشيه، وجزاكم الله خير ودمتم سالمين.